الاستاذ محمد مصطفي الكاتب المتخصص في الشأن التركي. استاذ محمد اهلا وسهلا بحضرتك. امور الاعتقالات اليوميه او شبه اليوميه تقريبا اصبح المواطن التركي يستمرئها ويتعامل معها وكانها جزء من متطلبات الحياه اليوميه، ولا مشكله في ان يتصل علمه بخبر من مثل هذه الاخبار. هل هذه الغايه التي كان يريدها اردوغان؟ بطبيعه الحال اردوغان لم يكن يتصور تحت تاثير العنجهيه والكبرياء المزعوم الذي عززه لدى عقلياته عناصر جماعه الاخوان المسلمين الموجودين عنده. هو لم يكن يتصور ان الامور يمكن ان تصل الى الحد الذي بلغته الان. لكن خليني بدايه اشير للخبر اللي حضرتك ذكرته منذ قليل. في الواقع الخبر يؤكد ان هناك من بين المطلوب او الجاري البحث عنهم لاعتقالهم 12 ضابط وضابط صف في البحريه التركيه. وأنا أؤكد لحضرتك والسادة المشاهدين أن هناك حالة امتعاض عام داخل صفوف قيادات وضباط القوات البحرية التركية، ارتقت لبعض الخلايا المنظمة داخل القوات البحرية التركية للتمرد على القيادة السياسية التي رأت نفسها قيادة عسكرية للجيش التركي وللقوات البحرية التركية. هم يعلمون أن أردوغان يطالبهم بمهام استراتيجية تفوق القدرات الحقيقية للقوات البحرية التركية، مهام استراتيجية في البحر المتوسط ومهام تكتيكية أيضا، وهذه تفوق قدرات القوات البحرية التركية. لكن مبعث هذا الامتعاض كما تسوقه أستاذ محمد ليس فكرة القبض على عسكريين أو إنهاء خدمات بعض العسكريين أو إحالة بعض العسكريين إلى التقاعد، وإنما بعض المهام الاستراتيجية التي تفوق قدراتهم. المسألة تبدو هنا منفصلة. هذه المرة هناك جانب آخر، لكنه وبهدف اعتقالهم بيسوق التهمة المتعارف عليها وهي الانتماء لحركة الخدمة بزعامة فتح الله جولن أو الانتماء لحزب العمال الكردستاني. يعني يا بينقي من دي يا بينقي من دي. أردوغان حاليا بقى أستاذ أحمد وبشكل عام بيواجه حروب داخلية، يحارب على جبهتين في عدة محاور. مع حضرتك أستاذ محمد. الحرب الداخلية الأولى اللي بيحارب فيها على جبهتين هي من الناحية الشعبية مع أنصار فتح الله جولن وحركة الخدمة اللي هم أقرب للسبط الصوفي ودول أعدادهم كبيرة في تركيا، وأيضا مع الأقلية الكردية، وأيضا حزبيا يحارب على جبهتين، الجبهة اليسارية المدنية ومعها الآن حزب الخير من جانب وتيار الإسلام السياسي المنشق عنه، الحزبين بتوع أحمد داود أغلو وعلي بابا. طيب. المقرر تشيله حزب احمد يحارب على جبهتين. حزب احمد داود اوغلو حضرتك ذكرت قبل ذلك انك تنتابك شكوك ما في توقيت التاسيس وفي شخصيه المؤسس. نعم. وفي الاهداف او في النسق الايديولوجي المشترك. لكن فيما يتعلق بالجيش التركي استاذ محمد بديل. نعم. لكنه بديل. نعم. له من الاجهزه التي اتت به الى الصف. فيما يتعلق بالجيش التركي، لعل من بين الاهداف الاستراتيجيه التي سار عليها اردوغان خطوه تلو الاخرى هي نزع مخالب الجيش، ولم يعد الجيش التركي لا كما كان يسوق له سابقا حامل علمانيه ولا هو الرقم الصعب في المعادله التركيه، وانما جيش تقني فني فقط له بعض المهام الموكله اليه، وما دون ذلك فليس للجيش ان يتدخل على الاقل وفق منطق نزع المخالب الذي قام به اردوغان. هو هكذا يتصور ان الجيش التركي نزعت مخالبه، لكن هذا بعيد تماما عن الواقع، لأن الجبهة الأتاتوركية العلمانية الموجودة داخل المؤسسة العسكرية وهي مختلفة تماما عما يسميه أنصار فتح الله جولن وما إلى ذلك، دول مش النواة الصلبة للجيش التركي، الفكر المدني العلماني لا زال متواجدا وبقوة في المؤسسة العسكرية التركية. وأؤكد لحضرتك أن ما يجري الآن على الأرض الليبية وفي سوريا وبدء انكشاف أن أردوغان يخفي معلومات عن قتلى بين الجنود الأتراك في سوريا والآن النهاردة في ليبيا بعد الكشف عن قتل 3 من الجنود وهو بيخفي هذا، الجثث التي ستعود والتي يفترض إذا كان له شرف قيادة يعني كقائد للقوات المقاعد أعلى للقوات المسلحة التركية أن يعلن عنها وأن يحضر جنازات هؤلاء الجنود، الأمور عند هذه النقطة قد تأخذ منحا آخر، لأن ده بقى مساس إضافي لكرامة المؤسسة العسكرية التركية التي سبق انتهاكها داخليا في محاولة الانقلاب. ما بدأ
ما بدأ في كل تلك الخطوات أو في أغلب تلك الخطوات إن شئنا الدقة بشكل أكبر، أن الجيش كان داعم بشكل أساسي في أغلب التحركات العسكرية، وما يتم التسويق له يتم التسويق له على أسس قومية لها علاقة بالمكون الكردي، ولها علاقة ببعض المخاطر الكردية على المناطق الحدودية، ولها علاقة بالثروات الغازية التي تهم تركيا ولا تهم العدالة والتنمية فحسب. وبالتالي فالجيش في بعض هذه الخطوات يكون داعما ولا علاقة له بمن يقود. لكن تكاتف المؤسسة العسكرية حوله وتكاتف الشعب التركي حوله في هذه العمليات الخارجية مشروط. هناك مشروطية وهي قدرته على تحقيق الانتصار. الآن في ليبيا هو مهزوم بالنقاط، وفارق النقاط بينه وبين القوة الأخرى التي يحاربها يتسع يوما بعد يوم. هو وصل به الأمر يقاوم الضربة القضية، وصل به الأمر بالأمس ظهر أمس تقريبا أو أول أمس، كان يتحدث في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الروسي عن ضرورة إيجاد صيغة لوقف القتال، والتوقيت في ذاته ربما يحمل دلالات علشان عايز، لأنه يريد أن تنتهي المعركة عند هذه النقطة بالنقاط التي خسرها. هو عارف أنه رايح لضربة قاضية، فهتبقى تركيا رسميا هزمت في ليبيا، والمرتزقة السوريين اللي هو باعتهم اللي هم التركمان السوريين مع الأسف ومن العرق التركماني لكن كان معاهم جنسية سورية، هؤلاء جنسوا بالجنسية التركية وتم إلحاقهم بالمؤسسة العسكرية، يعني ليسوا فقط ميليشيات لا تملك الجنسية، هم تم تجنيس. لكن بالتالي لكن تجنسهم لم يكن إلا لمثل هذه الغايات، وبالتالي قتلهم أو دهسهم أن يعودوا في توابيت أو ألا يعود أو أن تبتلعهم مياه المتوسط لن تكون المشكلة التي تؤثر على إردوغان في الداخل، وبالتالي كان التصور من قبل إردوغان ألا يبعث بمقاتلين أو جنود من الجيش التركي. أستاذ محمد، لا هو لم يكن يتصور أنه سيهزم، حساباته كان فيها أبعاد تتعلق بأنه حيوفر لهذه القوات عمق استراتيجي لهذه القوات من إحدى أو بعض دول الجوار، لكن هذا المخطط كسر شعبيا في هذه الدول بالرفض الشعبي لأي إضرار أو السماح بإطراق قوات تركية إلى الداخل، فلم يعد أمامه خيار سوى أن يدفع بهؤلاء المستشارين وغرف العمليات اللي بيبعتها واللي تم اصطياد بعضها في ليبيا. الكلام النهاردة عن 3 وإصابة 6، أتصور أن العدد أكبر من ذلك بكثير، وهو يمعن في الإخفاء لكنه يريد وقف هذا التحرك عند هذه النقطة، ثم يحاول إعادة استثمار الوضع خلال فترة عام بعد ما زي ما قلت لحضرتك قبل كده، بعد ما يدشن حاملة الطائرات اللي تحمل بطائرات F-35 وينزلها البحر المتوسط يعيد الكرة مرة أخرى. وخلال هذه الفترة هو الآن، وأنا أنبه لأول مرة، أنه ينفذ السيناريو الثالث، وهو السيناريو المتعلق بشمال العراق حتى تكون مدينة كركوك بديلا لنفط ليبيا، الذي يعني حال الشعب الليبي بمقاومة واشترسة لهذا الغزو العثماني دون وصوله إليه. الآن هو يريد هندسة الوضع الميداني والسياسي داخل العراق بما يخدم عند نقطة معينة أن يذهب بقواته إلى شمال العراق ويسيطر على مدينة كركوك تحديدا، وهي مدينة غنية بالنفط، والنفط هناك كفيل بتوفير احتياجات تركيا. لكن النقطة الأكثر أهمية والتي تشكل بالنسبة لي وفي تقديري منعطفا بالغ الأهمية، هو الرسائل التي بدأ يومي لمساعديه بإرسالها لمصر. يعني تتحدث عن ما قاله ياسين أقطاي ولا عن أمر آخر؟ نعم. الرسالة الأخيرة، هو بعث رسالتين ولم يجد لهما أي أذان صغيرة أو رد، فاضطر أن يبعث الرسالة الثالثة لتكون أكثر وضوحا، رسالة تودد وغزل في مصر غير مسبوقة، عندما يقول أن تركيا ومصر منابر حضارة ومشاعر نور للمنطقة والعالم، وكم خسر العرب والمسلمون والعالم بسبب الفتن السياسية، ثم ينهي رسالته بالقول لدينا فرصة للعودة. يعني حتى في العنجهية ما قالش لديكم في مصر، قال لدينا، يعني الطرفين يقصد تركيا. هم الآن لم يعد أمامهم مخرج زي ما ذكر زعيم المعارضة كمال كليشدار أوغلو سوى العودة لمصر. وحتى أجزاء من هذا الخطاب هي تقريبا ذات المفردات التي استعملها كمال كليشدار أوغلو عندما قال ما الذي جنيناه من الصراع أو الصدام مع مصر. أستاذ محمد، أنا بذكر مسألة إقصاء العسكريين أو محاولة القبض على موظفين عاملين في القطاع المدني التركي في مختلف القطاعات، لماذا بدأ الأمر وكأنه لم يحرك ساكنا لدى مختلف هذه القطاعات؟
إلى هذا الحد تمكن أردوغان أو تمكن حكم العدالة والتنمية من كل قطاعات الدولة؟ الانفجار يا أستاذ أحمد يحدث في لحظة، أما الحراك الشعبي الجماهيري في تركيا فهو يرتبط أساسا بحراك انتخابي، لكن قلب نظام الحكم يعني هناك نيران تختفي تحت الرماد. أنا يعني الأمور واضحة جدا في تركيا، لكن عندما تخدم المؤسسة العسكرية على تحرك، التحرك احنا مش هنشوفه بشكل انقلاب تاني بين عشية وضحاها، لكن نستطيع أن نلمسه إذا كانت لدينا بصيرة بمثل هذه الأخبار التي ترد من تركيا. لما يقول 12 ضابط في القوات البحرية التركية، يعني ما هو القاسم المشترك كونهم في البحرية التركية ولهم علاقة بفتح الله جولن سنة 2020، بينما انت كنت بتقول المحاولة 2016؟ ايه المتغير اللي خلاك تصنفهم دلوقتي ان هم تبع فتح الله جولن؟ المتغير الحقيقي ان هناك تمردا يسري في اوصال وشرايين المؤسسة العسكرية التركية وتحديدا القوات البحرية، وسوف يزيد هذا التمرد بزيادة عدد الجسامين التي ستصل إليهم تباعا كهدايا من الشعب الليبي إلى الشعب التركي الذي ترك هذا القائد الفاشي المهووس يحرك جيشه للخارج على حساب دماء وثروات الشعوب العربية كي يتفاخر بقومية مزعومة لا تعدو. يعني هو لما يقارن نفسه بمصر يقول منابر للحضارة، منذ متى كانت تركيا حضارة مماثلة للحضارة المصرية؟ يعني حتى في هذه النقطة هم يجانبهم الصواب. فالجيش طيب يعني حتى نكون أيضا أكثر إنصافا في واقع هذا الحديث، كما صنفت الأمر حضرتك كرسالة لكنها جاءت بكلمات مستشار ياسين أقطاي. أشكر حضرتك على أي حال الأستاذ محمد مصطفى الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، شكرا جزيلا لحضرتك.